لو جينا اطلعنا على جيرنج سيستم جير هويستنج سيستم، عندي ماس هون راح اسميها ماس ام 1، لو عندي هون ماس ثاني ام 2. احيانا بنحط ماس ثاني عشان تعمل كاونتر بالانسنج، احيانا بعمل كاونتر بالانسنج بتخفف علي، بتخفف التورك اللي بحتاجه من المحرك. اذا كان هاي موجوده ام 2، عندنا هون هاي جير بوكس ار جي لواحد، بعدين عندي محرك، واحنا هون في الدرايف رح يكون عندنا فيربل سبيد درايف، وبعدين هون 3 فيز سيستم، هذا هون تقريبا السيستم كامل، وهون عندي هون محرك. اذا كان هلا لما بنيجي السؤال اللي بنسال هون، بنسال السؤال ايش هو الاكسلريشن المطلوب عند هاي النقطة اللي هو او عفوا ايش التورك، ايش التورك اللي مطلوب من هذا الدرايف من هون؟ هذا هو السؤال عشان اعمل موتور سيلكشن. انا بدي اروح اختار محرك مناسب لهي الابلكيشن تي دي، حتى اختار هاي لازم يكون في طبعا يوزر ريكوايرمنت. احد اليوزر ريكوايرمنت اللي موجوده هون هي اي، فاي راح تكون واحده من اليوزر ريكوايرمنت. اذا اليوزر ريكوايرمنت راح يكون في عندي اي تارجت، هاي اي اللي بدي احققها، بدي اعمل تسارع لهذا الجسم بهذا الاتجاه، وعندي ام 1 ام 2، عندي هذه هون راح اسميها دي اس بالمتر بالامتار، في عندي ار جي ريدكشن ريشيو، طبعا عندي ايتا راح اخذ ايتا فورورد الان. اذا هاي اليوزر ريكوايرمنتس او المعطيات اللي موجوده هون، عندي اي ابورد، عندنا دي اس، عندنا ار جي، عندنا ام 1 وام 2، عندي ايتا الافشنسي تبعت السيستم. هلا كمان راح يكون عندي اي دي اس او اي اس اللي هي هاي، هذه هاي انا هون اسمها شيف او بولي، في لها انرشا اس. كمان المحرك نفسه اي موتور او الروتر تبع المحرك راح يكون في له افشنسي من هون. اوكي ما ضل في معطيات ثانيه من هون. هلا بنيجي بنسال السؤال ايش هو التورك اللي مطلوب من المحرك حتى اروح اختاره، لانه احنا بنعمل السلكشن للمحرك على بناء على ايش عاده؟ على التورك، على التورك سبيد طبعا. بدي اتاكد انه سبيد صحيحه، بس نعمله على التورك قبل ما اعمله على الباور. هلا ممكن اعمل تشيك على الباور، بس عاده موتور سيلكشن فانا اذا حسبت التورك المطلوب، هي هون عندي التورك المطلوب، بدي اعرف الافشنسي تبعت الجير بوكس، الريدكشن ريشيو تبعت الجير بوكس، بدي اعرف الدايمتر تبع هذا الشيف والانرشا تبعت هاي الشيف. لما نقول انرشا عن اي انرشا بنحكي؟ عن السكند مومنت اوف ماس. وعندي هذول ام 1 وام 2، راح افترض انه هاي الكونكشن هون راح افترضها انها ماسلس، احملها، احمل الماس تبعت الروبس اذا كان هاي روب او كانه بيلت حسب ايش ال. طيب رح نيجي نطلع هلا احنا عندنا المعادلة الأساسية رح بتقول إنه تي، هلا رح أعمل ريفيرال للهاي سبيد شافت. ريفيرال معناها أو ريفليكشن، التعبير اللي بنستعمله ريفيرال أو ريفليكشن. ريفيرال أو ريفليكشن يعني برجع كل شيء حوالين هذا الشافت اللي هون. هلا ممكن تشتغلها زي ما بدك، بإمكانك تشتغل إذا حبيت تقدر تعمل ريفيرال لكل شيء تعمله على لينير ترانزليشنال سيستم، أو ممكن تعمل ريفيرال على اللو سبيد شافت بصير. بس اللي شائع جدا انه اعمل ريفيرال ارجع، يعني اعمل ريفليكشن للهاي سبيد شافت. فالمعادله الاساسيه راح تكون الان هي سم اوف توركس اراوند ذا هاي سبيد شافت بدها تساوي الفا هاي سبيد شافت سم اوف اي سبيد شافت. هاي معادله نيوتن الثانيه مطبقه حوالين هذا الشافت اللي موجود هون، اللي منها بنقدر نختار، وعلى اساس راح اقدر اختار المحرك من هون. هلا هذه اذا جيت حللت التي راح تكون عندي تي اللي جاي من الدرايف راح اسميها تي دي، ماينس تي اللي جاي من الماسس من هون بدها تساوي الفا هاي سبيد شافت. كم اي عندي هون؟ في عندي هاي راح تسبب لي اي، هاي راح تسبب لي اي، يعني هاي الماس على فكره لها اثرين مش هيك؟ شو راح تبين عندي الماس هاي؟ راح تبين مره كانها او مره راح تبين انها اوت اوف بالانس تورك، فراح في لها كونتريبيوشن في التورك، لكن نفس الماس هاي كمان راح يكون فيها كونتريبيوشن في الانرشا.
طيب هذه الشيف راح يكون فيها كونتريبيوشن في التورك؟ لا. ليش؟ لانه اذا تركتها ما راح تلف، ما راح تسحب، ما في يعني. هل بحتاج احط تورك على شيف عشانها ما تلف؟ لكن في حاجه اني احط تورك هون عشان هذه ما تسحل الماس، مزبوط؟ اوكي. اذا هاي راح يكون فيها كونتريبيوشن في هذا التيرم، وهاي راح يكون فيها كونتريبيوشن في هذا التيرم اللي هو اي، فراح يكون عندي اي ام 1 زائد اي ام 2 زائد الانيرشيا. بقدر اطرحهم؟ هل في نيجاتيف انيرشيا؟ لا. زي ما فيش نيجاتيف ماس، في نيجاتيف ماس؟ اذا تذكروا ان هذول دائما راح اجمعهم اي ام 1 زائد اي ام 2 زائد اي شيل زائد اي ام، ما ضل عندي شيء ثاني. هلا يمكن تقول لي الجير بوكس، في داخل الجير بوكس في اي ام، مزبوط في له انيرشيا، ما فيش عندي انا مهملها هون، بس هم هذول راح يكون في له ام على الهاي سبيد شافت وام على اي على الهاي سبيد شافت واي على اللو سبيد شافت. الجيرز نفسهم تمام، الجير نفسه له انيرشيا بس احنا مهملينها. طيب كله ريفير تو هاي سبيد شافت. بالضبط بالضبط. يعني اذا بدك حط هون عشان تذكر حالك، كويس انه تذكر نفسك، مضبوط هيك اوكي. طبعا هاي اصلا هي على الهاي سبيد شافت، اذا بدك كمان تتذكرها، وهاي انا سميتها اصلا الفا هاي سبيد شافت. اوكي، إذا بدنا الآن نحول كل الكوانتيتي هذول، كم كوانتيتي عندي؟ هاي الكوانتيتي هي اللي بدي أطلعها مجهولة. التي إم في عندي تو كونتريبيوشنز راح يجوني، إيش هم؟ هل التوركس بقدر أطرحهم؟ فيكتورز، هو فيكتور مش هيك؟ ولاحظوا هاي راح تسبب تورك معاكس لهذا التورك، لأنه هاي إم 1 شو بتحاول تعمل في البولي؟ تلفها هيك، لكن هاي إم 1 بتحاول فبخففوا علي التورك، مش بسهلوا علي التورك؟ وهي الهدف من الكاونتر بالانسنج، والا ما كنت بحطها، لانه هذه على فكره زادت الانيرشا. ام 2 زادت الانيرشا بس خففت علي تور. اوكي؟ طيب خلينا اول شيء، شو رايكم نطلع الفا؟ نطلع الفا بالاول، من وين راح اجيب الفا المطلوبه؟ من ايه؟ دكتور هاي بالمصعد بشوف انا فيه بيكون هيك ماس برضه. تمام، هي كاونتر ويت، اسمها كاونتر ويت. في كثير تطبيقات راح تشوف فيه كاونتر ويت، باب الكراج، في كثير بواب كراجات. او حتى مرات اذا بتيجي بترفع مش المنهول العادي، اذا في عندك منهول مربع او غطاء كبير مربع، هلا هذا ثقيل جدا. مرات شو بيعملوا؟ بحط له زي مفصل، بيرفع على مفصل، وداخل هذا بكون حاطط اوزان وزنبرك، فلما تيجي ترفع بتلاقي اسهل بكثير رفعه. او بتشوفه في جسر، اذا عندي جسر راح نحل مثال بعدين على جسر، راح تلاقي فيه كاونتر ويت. شو الهدف منه؟ يخفف خفف التورك بس بزيد الانيرشيا، بس راح تلاحظ انت الانيرشيا مش مشكله كثير، مشكلتي اكبر هي التورك. ما راح تقدر ترفعه هذا المنهول، صعب جدا ترفعه لو مش كاونتر ويتد او كاونتر بالانس. طيب اذا خلينا نطلع اول شيء، هلا بدنا نطلع الفا اتش اس اس. خليني احول اول شيء من اي معروف عندي، فبقدر اشتغل من اي. كيف ممكن احول من اي لالفا لو سبيد شافت؟ اذا باخذ، لو اخذت اي على دي اس على 2، هاي بتساوي الفا لو سبيد شافت، مزبوط؟ اذا الفا لو سبيد شافت بتساوي اي على دي اس على 2، لكن الفا هاي سبيد شافت باي ديفينيشن شو بتساوي؟ الفا ار جي، ار جي مش هيك؟ ار جي مضروبه في الفا لو سبيد شافت، وتساوي بتصير عندي اي في ار جي على دي اس على 2، وهذه اللي هي الفا هاي سبيد شافت. هي معادله اي معروفه، ار جي معروفه، ودي اس على 2 معروفه. خليني احط هذه هون على جنب عشان نقدر نحلها. هاي بتساوي اي في ار جي في دي اس على 2. اذا هذه خلصنا من هاي، بدي امحي هاي، هي موجوده المعادله هناك. هلا نيجي نطلع على الترم تي ام. تي ام راح يساوي تي ام 1 بلس تي ام 2، في عندي تي ام 1 هاي سبيد شافت زائد تي ام 2 هاي سبيد شافت. تي ام شو بدها تساوي؟ اول شيء ام بدي احولها من ماس لفورس، بايش بدي اضربها؟ في جي، فبتصير عندي هلا تي ام 1 هاي سبيد شافت بيساوي، اول شيء بضرب ام 1 في جي، اعطتني فورس هون، بدي احولها لتورك هون بضربها في دي اس على 2 او في ار، ف
فاعطتني هلا هون التورك اللي بنرجع عنه هون، بس هذا التورك هو لو سبيد شافت، بدي احوله للهاي سبيد شافت. لو انها سرعه شو كان بيصير فيها من اللو سبيد شافت للهاي سبيد شافت؟ بضربها في ار جي. انها تورك شو راح اعملها؟ بقسمها على ار جي وبقسمها على ايتا كمان، لانه التورك المطلوب هناك راح يكون اعلى بمقدار 1 على 1000. اذا هاي صارت تساوي ام 1 في جي في دي اس على 2 على ايتا على ار جي. ونفس الشيء راح ينطبق على ام 2، لكن الاختلاف الاساسي مع ام 2 راح يكون ايش الاختلاف الاساسي بين ام 1 وام 2؟ بطلع الاشاره مش هيك؟ لانه حسب طبعا بدي اخذ انا كونفنشن معين، اذا فرضت انه الكونفنشن هو بهذا الاتجاه حيكون عندي هذا او بهذا الاتجاه حيكون التورك بوزيتيف نيجاتيف، فراح يصير عندي هلا تي ام 1 زائد تي ام 2 هاي سبيد شافت، خلينا نقولها ماينس هون هيك، تساوي ام 1 ماينس ام 2 دي اس على 2 على ايتا. خلصنا هذا الجزء من هون نحطه هون، يصير عندي تي ام ريفير تو ذا هاي سبيد شافت تساوي ام 1 ماينس ام 2 في جي في دي اس على 2 على ار جي وعلى الايتا. اذا هذا الجزء بالنسبه للماسز. خلينا اخر شيء بس نطلع الاي امز. فخلينا ناخذ اي ام، هلا هون راح ينجمعوا اي ام 1 واي ام 2 راح ينجمعوا. اذا اي ام هاي سبيد شارب بده يساوي راح اخذ ماس واضربها في مربع الراديوس مضبوط، فعندي ام 1 زائد ام 2 في دي اس على 2 تربيع مضبوط. شو بيصير في الانيرشيا لما تمر عن الجير بوكس من اللو سبيد شافت للهاي سبيد شافت؟ بتبين اصغر من قيمتها فبقسمها على ار جي تربيع. لاحظوا دي اس على 2 تربيع وار جي تربيع، في حين هون كان ار جي على دي اس على 2 او دي اس على 2 على ار جي. هاي الريشو بتتكرر كثير، بتضلك تشوف هالريشو هاي بتتكرر اللي هي دي اس على 2 على ار جي. شو ضل عندي هلا هون؟ في عندنا الايتا مضبوط هيك جاهزه مضبوط. هاي بالنسبه لاي ام، وهي بتشمل اي ام 1 واي ام 2. هلا بالنسبه ضل اخر شيء اي شيف، اي موتور ما راح اعمل فيها شيء لانها هي اصلا على فيكس. اذا اي ام هاي سبيد شافت بس بتساوي اي ام، واخر شيء ضل عندي اي اس. اي اس ايش راح يصير فيها؟ لاحظوا اي شيف موجود على اي شافت؟ على اللو سبيد شافت. راح يصير في عندي اي شيف لما بدي اعملها ريفيرل للهاي سبيد شاف، راح تصير اي شيف على ار جي تربيع على الايتا. هي كل المعادلات اللي بحتاجها عشان اعمل المعادله النهائيه. خلص هلا بعوض تعويض من هون، تي ام بتتعوض هناك، الفا موجوده عندي دلاله اي، هي الفا اي ام 1 واي ام 2 بنجمعوا جمع بيجوا من المعادله هاي، واي اس بيجي من المعادله هاي، واي ام بيجي من المعادله هاي.